بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، معاكم دكتور أشرف نبيه، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. حابب أكلمكم عن موضوع بيهم كل أسرة، كل الستات الحوامل اللي خلاص قربت تولد، أو كل الستات اللي لسه والدة قريب، هتفكر في موضوع الختان بتاع الأطفال. ابني أو بنتي هعمل إيه في موضوع الختان؟ هيتختنوا ولا لأ؟ ولو هيتختنوا ايه المواعيد المناسبة والاحتياطات المطلوبة ان انا اعملها عشان موضوع الختان؟ هفكر حضراتكم اللي لسه مشتركش معانا في القناة، يا ريت يشرفنا بالاشتراك في القناة، ولو في اي اسئلة ممكن تكتبوها لنا في التعليقات اللي تحت الفيديو، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشيروه وتعملوا لايك عشان يوصل للناس كلها والناس كلها تستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الختان باختصار في 3 دقائق مش اكتر، ختان البنات ممنوع، ختان البنات ممنوع. مش هنعمل موضوع الختان بتاع البنات وهم صغيرين. كل البنات ممكن يتعرضوا على اخصائي النساء والتوليد واخصائي الجراحة، ممكن يشوف الأعضاء التناسلية بتاعتهم، لو هي طبيعية ماهيش أوفر، ماهيش شكلها مشوه، ما فيهاش أي مشاكل، يبقى نتجنب موضوع الختان. فيها حاجة أوفر شوية أو فيها حاجة فيها مشكلة أو شكلها التجميلي مش مظبوط أو فيها أي أعضاء يعني زايدة حجمها زايد عن اللازم، ممكن ساعتها الدكتور يفكر يعمل حاجة تجميلية مش قطع. ناخد بالنا من الكلمة دي، الختان في البنات ممنوع. الاستثناء الوحيد ان الاعضاء التناسلية تبقى مش مظبوطة شوية، فممكن الدكتور يفكر في موضوع التجميل. بالنسبة للولاد بقى، نقطة مهمة جدا، الولاد كلهم طبعا هيتختنوا، كل الولاد هيتختنوا او يتطهروا زي ما بعض البلاد بتقول. الطهارة دي مواعيدها يا اما في الاسبوع الاولاني لو الطفل ما عندوش اي امراض او اي مشاكل، يا اما بعد 40 يوم، يا في الاسبوع الاولاني يا بعد 40 يوم. ولو هعملها بعد ال40 يوم، يا ريت ابقى عامل مع التحليل سرعة نزف وتجلط. ولو الطفل دوت سواء هعمل قبل الأسبوع أو بعد ال40 يوم، لو الطفل عنده أي تاريخ مرضي في الأسرة أو في العيلة عن موضوع نزف، هيموفيليا، أمراض من أمراض النزف والتجلط، مشاكل وراثية في أمراض الدم، أي حاجة من الحاجات دي، يبقى لازم الطفل يعمل تحليل سرعة نزف وتجلط قبل ما يبدأ في عملية الطهارة أو الختان دوت. الدكتور يشوف التحاليل يطمن عليها، بعد كده يعمل موضوع الختان. يا ريت الطفل قبل ما يتختن كمان دكتور الأطفال حديث الولادة أو دكتور الجراحة يبص يفحص العضو الذكري قبل موضوع الختان عشان يطمن إن مفيش عيوب خلقية في العضو الذكري. ممكن نحتاج حتة الجلدة اللي الدكتور هيقطعها ديت، ممكن نحتاجها في عملية لا قدر الله لو الطفل ده عنده عيب خلقي في العضو الذكري. كمان لو الطفل عنده سمنة مفرطة في المنطقة بتاعت تحت السرة وفوق العضو الذكري، ممكن يبقى العضو الذكري مدفون شوية فيها أو غطسان فيها، فيجي الدكتور يعمل موضوع الختان دوت يحصل فيه مشاكل، لأن الدكتور لما بيجي يقص قص حتة الجلدة يجي بعد شوية الطفل حتة السمنة دي تروح، يبدأ الختان أو الجلدة تكسي على العضو الذكري تاني وتغطي العضو الذكري، ويبقى الطفل دوت محتاج يعمل موضوع الختان ده مرة أخرى. فنرجو عرض الطفل على أخصائي حديث الولادة أو أخصائي الجراحة قبل موضوع الختان. كمان لازم اعمل صورة دم عشان اطمن على نسبة الصفائح،
بالنسبه للاطفال قبل موضوع الختان عشان اطمن ان الطفل مش هينزف او مش هيبقى عنده اي مشاكل. المعلومه اللي عايز اقولها لكم حضراتكم اهم حاجه كمان، ان الطهاره تجرى على يد جراح عشان الادوات بتاعته تبقى معقمه، حد بيعمل عمليات كل يوم بيشتغل كل يوم يقدر الادوات بتاعته ما تنقلش ميكروبات او فيروسات. يعني ما نروحش لحلاق الصحه لواحد بيطاهر لحاجه من الحاجات دي عشان نقول والله ده هيعمل موضوع الختان او الطهاره وخلاص. ارجو يكون الموضوع عجب حضراتكم، ولو كان الموضوع عجبكم يا ريت تشيروه عشان يوصل لكل الناس. الى ان نلتقي في موضوعات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.